في ظل التهديدات، في ظل المخاطر، في ظل التحديات التي تجابهنا جميعا، الجزائر اليوم بأمس الحاجة إلى تحقيق إجماع وطني، إلى تحقيق إجماع وطني تخرج منه الجزائر الفائز الأكبر. سيلعب تاج بإذن الله خلال الرئاسة المقبلة دورا أساسيا، دورا محوريا، ودورا قويا. إن حزب تاج اليوم يجدد دعوته للآب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة من أجل مواصلة قيادته للبلاد والتقدم إلى الاستحقاق الرئاسي القادم في موعده بإذن الله.